فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نأخذ هذه المجموعة ثم نعود لنجيب على بقية الأسئلة التي ما استطعنا بالأمس نجيب عليها، نعم، لضيق الوقت طبعا. تفضلي عبير. عبير، عبير معانا؟ أخت عبير تفضلي. تفضلي يا سارة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ البرنامج. لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة. إيه. طيب، أنا قبل فترة كده كنت بتكلم مع واحدة معرفة، هي بتقول ناوية تمشي تسوي عمرة، وبعد ما تجي من العمرة عايزة تسوي زار. أنا صراحة ساعتها ما كنت بعرف هو شنو الزار، بس بعرف إنه حاجة حرام يعني. فتكلمت معها قلت لها ما صح منك هو حرام وكذا، فقالت لا أنا همشي أسوي العمرة وأجي أعمل الزار ده. فقلت لها خلاص ده منك، دي نيتك ما تمشي تسوي عمرة. نعم. كده يجوز مني كده ولا لا؟ طيب، السؤال الثاني. طيب يا شيخ، عندنا في الدوام، في المصلحة حق الدوام، في كتيبات بتاع الدعوة للإسلام، يعني جنازة الأوقاف وكده. أي. بلغات مختلفة. فإحنا طبعاً المصلى ما بيدخلوا غير المسلمين، اللي برا ما هيقول كتب كده. فأنا خدت كم نسخة خليتهم في غرفة الاستراحة حقتنا، عشان في فلبينية وكده باللغة حقتهم، عسى الله يعني الله يهديهم وكده. جيد. فيها حاجة دي؟ طيب يا سارة. طيب، ومرة كنت أخذت نسخة برضو، عندي واحد قريبنا متزوج واحدة أجنبية، أخذت نسخة باللغة بتاعتها وسلفتها يعني كم يوم، خليتها تتبع ورجعتها تاني، علي شيء؟ أو ممكن مثلا أدي كتيب من الكتب دي لواحد ممكن يستفيد منها ولا ما يجوز؟ طيب يا سارة، أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله. الله يديك الخير. نعم، تفضل. أم حسنين. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلقوا هذا لو سمحت. نعم، تفضلي أختي، أعيد السؤال. شيخ، أنا عندي ذمة مالية، بس تفضلي أختي، تفضلي. معانا ولا راحت؟ كيف يا أم حسنين؟ ها؟ راحت؟ لا حول ولا قوة. حاول يا أم حسنين مرة ثانية. تفضل يا سامر من سوريا. الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا سامر. إذا واحد عنده أسهم عليهم زكاة، قيمتهم كانوا مثلا مليون، ما دفع الزكاة، السنة الثانية قلت قيمتهم صارت مثلا 100,000. نعم. يدفع على المليون، يدفع على المليون ولا على 100,000؟ طيب يا سامر. والسؤال الثاني، الودي اللي بيخرج بعد البول، في قول انه ما بينقض الوضوء. طيب يا سامر، شكرا يا سيدي. مرحبا اخي. تفضلي عبير من العراق. عبير، هذه مشكله اليوم عندهم اتصالات. عبير تفضلي، من العراق الظاهر عندهم مشكله في اتصالاتهم. من معنا؟ طيب، أرجع الأسئلة. بالأمس رويدة من ليبيا عادت تصحح سؤالها، هي سألتني قبل تقول بأن هي أبوها مسجل لها في نظام المعاشات في التعليم، تقول أنا لست بمعلمة، أنا مجرد خريجة ثانوية، هل أستحق الراتب الذي يأتيني أم لا؟ يا أخت رويدة بارك الله فيك، إذا كان النظام عندكم يسمح بأن تعطى خريجة الثانوية مبالغ مالية أو رواتب
لأجل أن تساعد في قضية التعليم عندك، لوجود مشكلة، لوجود حرب، لوجود فتنة، لوجود شيء، ما في شيء. أما إذا كان النظام ما يسمح، وإنما والدك أقحم اسمك إقحاما على أنك متخرجة من الجامعة وهذا غير صحيح، فهذا الراتب حرام ولا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، ولا يجوز للإنسان أن يقول والله إذا كل ما صار بيدك فهو حلال. للأسف الشديد بعض الناس يقول اللي يطيح بيدك حلال، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف اللي يطيح في يدك حلال؟ من أين مصدره؟ من أين جبته؟ ما يجوز. وبعض الناس وللأسف يعني يوكل الناس حرام، يقول والله بيت المال غير منتظم وهذا حلال لكم، وجود فتنة، وجود كذا، بأي مذهب وبأي دين وبأي دليل يروج على الناس بمثل هذا ويؤكلون الحرام، نسأل الله العافية والسلام. هذه مسائل الضرورة ممكن لقول الله تعالى فمن اضطر. أما إذا كان الإنسان الحمد لله أموره مكتفية وكذا، يروح يكذب ويغش ويقول والله بيت المال غير منتظم، أو والله الآن الناس في فتنة وما فيه انضباط، ممكن أمرر وأغش وأغش مثلا وأدخل الاسم وأقحم الاسم، هذا حرام ولا يجوز. أم اسماعيل من فرنسا سألت مجموعة أسئلة، تقول بالنسبة لصلاة التراويح، تقول أصلي مع ابنتي في البيت، أيهما أفضل، أصلي في البيت أم في المسجد؟ يا أختي الفاضلة، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في المسجد، سواء كانت صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، وتعلمين بأن صلاة الفريضة أفضل من صلاة النافلة، فصلاتك في بيتك خير لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولذلك المرأة إذا أحبت أن تصلي في بيتها هي وبناتها وعيالها مثلا التراويح في رمضان، هذا أفضل لها. بالنسبة يا أختي أم إسماعيل لحمل القرآن في الصلاة، إذا كنت حافظة لا تحملين، لأن المسألة خلافية، من العلماء من يبطل صلاة من يحمل القرآن، والصواب الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن يجوز حمل المصحف في صلاة السنة، لكن إذا كنت تحفظين لا تحملين، لا تحملين المصحف. إذا كنت ما تحفظين ما في بأس لو حملتيه، بشرط أن لا تكثري من الحركة، وأن تعظمي القرآن بعدما تنتهي من القراءة تضعينه في مكان مرتفع، ما تضعينه تحت الإبط مثل ما يفعل بعض الناس، هذا ليس إكرام القرآن وليس تعظيم القرآن. أو بعض الناس وللأسف رأيتهم يضعونه بين فخذيهم إذا ركعوا، وهذه إهانة لكتاب الله. لكن إذا احترمتي وعظمتي ما في بأس أنك تحملينه في صلاة التراويح. أم إسماعيل تسأل عن حكم الشريعة في غسل الميت بماء الزعفران. يا أختي الفاضلة، بالنسبة للميت يغسل بالماء العادي، يغسل بالماء العادي، أما ماء الزعفران فإذا على قول جمهور العلماء بأن هذا يسمى طاهر وليس مطهر، بمعنى أن هناك ماء، هذا لا يسمى ماء، يسمى ماء زعفران أو ماء ورد مثلا، هذا ما يغسل فيه الميت بارك الله فيك، لكن ممكن بعد ما يغسل الميت أنه يعني يوضع عليه ماء زعفران بعد ما يغسل، لأن هذا ماء طاهر، أو أنه يضاف بعض الزعفران الذي لا يسلب اسم الماء، لا يسلب الماء اسمه، ما في بأس، يعني يضاف بعض الزعفران بحيث يعني يضيف رائحة جيدة، ما في بأس. أما إذا انتقل اسم الماء هذا من الماء المطلق إلى الماء إلى اسم ماء زعفران، فهذا في أصح في قول جماهير أهل العلم على أن هذا ماء يسمى طاهر، هذا لا يرفع الحدث، طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه مطهر، لكن احتياطا يا أختي الفاضلة يغسل بالماء العادي المطلق، وبعد ذلك لو غسل، لو يعني رش بهذا الماء ماء الزعفران ما في حرج لأن هذا طاهر. أم إسماعيل تسأل عن حكم الاختلاط، اختلاط الإخوان بالإخوة من الرضاعة، وهل يجب صلة رحمهم؟ يا أختي أم إسماعيل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهؤلاء الإخوة من الرضاعة إخوة لك مثل الإخوة النسبيين الصلبيين الذين يعني أشق لك، فالرضاعة هذه تحرم كما يحرم النسب، ولذلك يجوز لك أن تصافحي أخاك من الرضاعة، يجوز أن يخلو بك، يجوز أن يسافر بك، لأنك تحرمين عليه على التأبيد، أنت محرمة عليه على التأبيد ما دام توفرت شروط الرضاعة الصحيحة وهي في الحولين وخمس رضعات فأكثر، خمس رضعات فأكثر. أما كونه صلة رحم فهو ليس من صلة الرحم، يعني لا يعد من الرحم
الذين يجب صلتهم، وإنما يستحب ذلك، يستحب ذلك. الرحم التي تجب صلتها الوالد والوالدة والعم والخال والعمة والخالة والأخ والأخت مثلا، هؤلاء هم الذين يجب وصلهم. أما الأخ من الرضاعة فما في بأس. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما زارها أخاها أفلح أبا القعيس ما أذنت له، ما كان تعرف الأحكام، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذني له فإنه أخوك من الرضاعة، يعني كان أخا لها من الرضاعة. وهذا في قضية الإذن والدخول والخلوة والسفر، لكن قضية أنه يجب صلة الرحم لا، لكن هذا يستحب، يستحب أن الإنسان يصل رحمه من، يصل عفوا أخاه من الرضاعة، يصل أخته من الرضاعة. طيب نأخذ هذه المكالمات، تفضل. تفضل أخي فهد. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية على البرنامج. يعافيك ويسلمك. الله ويأجرنا إن شاء الله وإياك. آمين. آمين. شيخ لو سمحت بغيت أسأل بخصوص السرحان أثناء الصلاة. إيه. كيف أتخلص من السرحان في الصلاة؟ طيب يا فهد. أبشر. 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 مرحبا. تفضل يا هبة. ايوه السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. عندي يا شيخ سؤالين. تفضل. السؤال الاول يا شيخ، انا عندي مرض بسيط في الدماغ، ليس صرع ولكنه شبيه به يعني. اخذ علاج والحمد لله تعالجت، ولكن مشكلتي ان هذا المرض يسبب لي مرات حرج امام الناس. ماذا افعل حتى اقضي على هذا الحرج يعني؟ كيف حرج يعني؟ يعني هو شبيه المرض بالتشنج. تشنج يعني لما زي تشنج يعني، وأغيب عن الوعي، فلما أرجع لوعي يعني أحس بنوع من الحرج يعني أمام الناس. طيب. فكيف أقضي على هذا الحرج يعني؟ وعندي سؤال تاني بارك الله فيك. أيوة. ما معنى قوله تعالى ما كان، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم. إيه ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم. أبا أحدا من رجالكم ما معناه؟ طيب. وجزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير وزادك من علمه. يا رب يا رب، جزاك الله خير. تفضل أم سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليك يا شيخ. مرحبا أختي. مشكورة على البرنامج يا شيخ. الله يحفظك. تفضل أم سعيد. خسنا من حوالي يعني 8 أشهر 6 أشهر راحت خالتي على الحج. حجت وراح معها يعني زوجة ولدها وولدها، قالتهم قالوا لي يعني طوفتين ثلاث وهم يطوفون بتغفي بتنام. بتغفي أثناء الطواف؟ إيه وقت الطواف هي ما تمشي، حطوها بشسمها يشولها فيها. إيه. بطلعونها وقت الطواف بيقولها حقيق من النوم سلمي يعني تشاهدي صلي على النبي. إيه. تكون قفيانة. إيه. يعني طوفتين ثلاث تكون قفيانة نايمة. بتغفي. إيه نعم. طيب السؤال الثاني. الثاني يعني في أختي متزوجة في الأردن. إيه. ويعني صار مشاكل بينها وبين زوجها وصار طلاق وسجل رجعها. سألت شو المشكلة، قالت لي خالتي وبناتها بيقولوا لي زوجك بيروح على فلانة، بيريد فلانة، بيروح يعني يدق على فلانة انه يعني ما يحبش ويروح على بنات ويروح ما يريدك. إيه. قالت له يا تعمر لي بيت يا ما تحمل العيشة. قام قالها انا العيشة يعني رضيان فيها وترين اهلك وطالق. إيه. فسجل رجعها. ايش الحكم يعني، انه حرام ولا ما حرام انه يفتن بين الزوج وزوجها؟ طيب يا أم سعيد أبشري. مشكور يا شيخ. مرحبا مرحبا. نكتفي. تفضل أم محمد. أم محمد. أم محمد. ألو. من العراق. تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أريد منك قبل ما أسألك السؤال الأول دعاء أن تدعين إحنا مهجرين أن نرجع لبيوتنا. الله يفرج علينا. الله يعيننا وإياكم يا أختي أم محمد، وأسأل الله عز وجل أن يعيدكم إلى أوطانكم سالمين غانمين وأن يبعد عنكم الفتن يا رب. تفضل السؤال أختي أم محمد. الله يبارك فيك. السؤال شيخ، أم زوجي يعني هي كبيرة بالسن ومن هذا زوجها ما أدت اللي يعني الأدى، يعني كانت ما تعرف يعني، ويعني هل تؤثر على هذا الشيء؟
طيب يا أم محمد أبشر إن شاء الله. مرحبا محمد، تفضل انتصار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة فضلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة، أنا سمعت كسر يقول صلاة المرأة أفضل في بيتها. إيه؟ أنا بصلي الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد. إيه؟ أفضل أصليها في البيت ولا أصليها في المسجد؟ يعني المسجد قريب مننا. طيب. وبعدين بالرغم اني يعني بحضر الخطبة في دائما في قناة التلفزيون، يا قناة الشارقة يا يعني. إيه؟ إيه؟ طيب يا أختي، أفضل يعني أحضر في البيت وأصلي في البيت ولا أحضر أبشر المسجد؟ أبشر يا انتصار، أبشر. جزاك أبشر. الله خير. نكتفي أخي علي. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت أم إسماعيل أيضا من فرنسا بالأمس تسأل، تقول بالنسبة ما حكم الشرع في الاختلاط ب يعني في المنزل مع أقارب زوجي وأكثرهم من كبار السن وأشاركهم في الطعام والشراب؟ أختي أم إسماعيل، للأسف الشديد الناس في هذه المسألة طرفان وقليل منهم الوسط. في طرف من الناس يحجب امرأة حجابا كاملا بحيث أن لا تتكلم ولا تسلم ولا يعني مثلا تمر ولا شيء من هذا القبيل على مثلا أقارب الزوج مثل أخوانه وعمامه وكذا مطلقا. وفي جانب آخر وللأسف الشديد تساهل مفرط بحيث أن المرأة تصافح الرجال الأجانب، تصافح أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج وقد يكون أولاد العم كذلك، وتضحك معهم وتمزح معهم ويأكلون مع بعض على سفرة واحدة. ولا شك أن كما أن هذا تطرف وتشدد، كذلك هذا أيضا تطرف في التساهل. في التساهل الوسط يا أختي الفاضلة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل يجعل زوجاته يعاملن الناس، المرأة مأمورة بأن تحتجب عن الأجانب كما قال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمثلا الزوج ما في بأس تأتي زوج تتسلم بلسانها على إخوان الزوج، تسلم على عمام الزوج مثلا خوال الزوج: السلام عليكم، كيف حالكم، طيبين، يعني أحوالكم زينة، الكلام الطيب المعروف من دون ترقيق في القول، من دون خضوع في العبارة، ثم بعد ذلك تنصرف. هذا هو القدر الشرعي. أما قضية والله أجلس في مجلس واحد، لا، النساء يجلسن لوحدهن والرجال لوحدهن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة، وهذا الذي عليه أهل العلم. وقضية الأكل، الرجال يأكلن لوحدهم والنساء يأكلن لوحدهن، يعني وهذا لا يلزم لما نتحدث، لا يلزم بأن تكون هناك قطيعة، لا يلزم بأن تكون هناك جفوة، لا، لكن بالحدود الشرعية، ما يكون هناك خلوة، ما يكون هناك خضوع بالقول، ما يكون هناك مثلا والله تجاوز الحدود وعدم ترك مسافات بين يعني الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات، لا بد من اعتبار مثل هذه الحالة. فتمسكوا بهذا المنهج النبوي الصافي الصحيح، والله يسعد الإنسان ويعيش حياة هنية ورضية بإذن الله. أم إسماعيل طبعا ذكرت عن امرأة يعني حملتها أمانة بأن تنقل هذا السؤال، هي مشكلة مع زوجها من عدة سنوات ويعني وصلت إلى حد طبعا يقول تقول يضربها ويشتمها ويعني تلفظ عليها ألفاظ بذيئة، رفعت عليه دعوة طلاق، أخرجت الزوج من البيت، تقول ثم رقت لحاله وكذا أرجعته إلى البيت، تقول بأن هنا قريبة لهذه المرأة توفيت، يقول فأخذ هذا الزوج وللأسف الشديد يقذف هذه المرأة الميتة ويطعن في عرضها ويقول كلمات، طبعا أم إسماعيل تقول أنا ما أستطيع أتحدث بمثل هذه الكلمات لفظاعتها ولشناعتها، تقول المرأة الآن كرهت هذا الزوج، هل لا حق طلب الطلاق؟ يا أختي الفاضلة، لا شك بأن هذا الزوج قد ارتكب ذنبا عظيما، الآن الواجب عليكم أن تدعونه إلى التوبة قبل أن تقبض روحه، ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. الآن قذف امرأة ميتة بين يدي الله جل وعلا، ما تستطيع أن تدافع عن نفسها الآن، قذفها في 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 مسألة غاية في الخطورة. ولذلك الواجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوح، وأن يستغفر مما وقع منه، وأن يبكي، وأن يبرئ هذه المرأة، وأن يقول بأنني اتهمتها، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا عقوبته ستكون معجلة إذا ما تاب إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من العقوبات المعجلة البغي، وليس هناك أفظع من مثل هذه الصورة حينما
يأتي إنسان إلى امرأة قد فارقت الدنيا والآن بين يدي الله ثم يطعنها في عرضها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذكروا محاسن موتاكم. فإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله ورجع ويعني انقاد لشرع الله ورجع إلى يعني اتباع السنة وأصبح زوج صالح ويحترم زوجته وأولاده، فهذا الحمد لله الذي نريد. الشريعة دائما تأتي إلى الخراب فتعمره، تأتي إلى الفساد فتصلحه، تأتي إلى الضعف فتقويه، هذه الشريعة. أما والله إذا أصر وأبى واستكبر وأعرض وأصر على هذا، فهذه المرأة الصالحة لا يستحقها مثل هذا الزوج الفاسد، مثل هذا الزوج الذي يلغ في أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، لا يستحق أبدا مثل هذه المرأة الصالحة التقية، مثل هذا الزوج الذي يمارس مثل هذا النوع من الذنوب والكبائر. ولذلك الآن لما نأتي إلى القذف في القرآن نجد بأن الله غلظ العقوبة فيه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يجلده ولي الأمر الحاكم السلطان أو من يستمد سلطته من الحاكم هو القاضي 80 جلدة، وأيضا يقال هذا غير عدل ما تقبل له شهادة، وأيضا يوصم بالفسق يقال وين الفاسق، جاء الفاسق راح الفاسق. هذا الذي يقذف المؤمنات، وللأسف الشديد الآن ما أكثر يعني هذا الجنس بين الناس الآن يقذفون النساء بمثل هذه الطريق إلا إذا تاب. فإذا تاب الله جل وعلا عليه، فإذا تاب وأناب تاب الله جل وعلا. فانقلي له هذه الأمر يا أخت الفاضلة، واحرصوا على هدايته، احرصوا على إصلاحه، لا تحرصون على الفرقة، احرصوا على أن تكسبونه، على أن يكون إضافة جديدة إلى بيته وأسرته بحيث يكون عضو فاعل ومؤثر وناصح وصالح في بيته. طيب بعد هذا الفاصل أرجع وأجيب على سؤال الأخ حمد من السعودية بالأمس سألني، وبقية الأسئلة إن شاء الله انتظروني بعد قليل. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخوي الأخ حمد من السعودية بالأمس يقول بالنسبة لي يعني إعفاء اللحية، هل يعد الأخذ والتخفيف من اللحية معصية؟ يقول ألاحظ الآن كثير من الناس يخففون اللحية. أخوي حمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقنا الله وإياك لكل خير. بالنسبة لموضوع اللحية لا بد أن نعلم أولا بأن استئصال اللحية محرم، وهذا باتفاق أهل العلم، وما يروى عن بعض الفقهاء في بعض المذاهب هذا قول شاذ وضعيف ومردود. فاستئصال اللحية استئصال اللحية هذا هو محرم ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى في أكثر من حديث وورد من أكثر من وجه فيها الأمر بإعفاء اللحية. هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الأخذ من اللحية، بالنسبة للأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة بحيث يقبض على لحيته فبعض العلماء يرى بأنه سنة، وبعض العلماء يرى بأنه واجب، وبعض العلماء يرى بأن هذا من النسك يعني خاص في الحج أو العمرة فقط، والصواب بأن هذا سنة مطلقة ليس واجبا وليس نسكا فيجوز الأخذ منه. ما زاد على ذلك بمعنى التخفيف فيما دون القبضة هذا محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى بأنه معصية، ومن أهل العلم من يرى الكراهة، ومن أهل العلم من يرى الإباحة، يذهب إلى جواز تشذيب اللحية وتهذيبها وتخفيفها، وقالوا الأصل هو حرمة الاستئصال. فالمسألة في هذا واسع يا أخي حمد، والأفضل تكثير اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا، والتوفير هو التكثير وليس الإطالة، لأن بعض الناس يعتقد أو يفهم بأن التوفير هو تركها مطلقة مرسلة، لا، هو المقصود التكثير، فلو أخذ منها يعني ما زاد عن القبضة فلا حرج. سارة من دبي تقول بأن لها صديقة تريد أن تذهب إلى العمرة، تقول بعد ما آتي من العمرة أذهب إلى الزار، تفعل الزار، الزار هذا من فعل السحرة والشياطين ومن فعل الجن والعياذ بالله، وتقول بأنني أنكرت عليها هذا الأمر، هل إنكاري صحيح؟ نعم يا أختي سارة، أنت محقة و
كلامك في محله وإنكارك هو واجب عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنني لأعجب حقيقة من هذه الأخت. المعروف أن كما قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا من أعجب العجب، تذهب تكسب الحسنات ثم تأتي بالسيئات، وهذا والله من أعجب العجب. الآن الناس إذا وقع في ذنب استغفر، لأن الاستغفار حسنة والذنب هذا سيئة، فتمحو الحسنة السيئة. هذه تذهب إلى العمرة ثم تأتي مصرة ومعاندة لتذهب إلى الزار، والزار باتفاق أهل العلم على أنه محرم، وعلى أنه من فعل السحرة وأهل الشعبذة والشعوذة وأهل الدجل، وهو من وسائل الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. ذكري صديقتك هذه بالله وخوفيها بالله وبيني لها خطورة هذا الأمر، وأن لن تستفيد أبدا إلا أن يتلبسها الشياطين والعياذ بالله، لأن أغلب الذين يذهبون إلى الزار تتلبسهم الجن، بدليل أنهم يحدثون من الحركات والأمور التي هي ليس بمقدور البشر، وإنما هي خارجة عن طاقة البشر، وهذا يدل على أن هناك من يتلبس هؤلاء من الجن. نسأل الله الحماية والعافية والسلامة لنا ولكم. والمقصود يا أختي ذكريها بالله، خوفيها بالله، بيني لها بأن هذا طريق من طرق الشيطان يقود إلى النار. وتقرأ في فتاوى أهل العلم، جميع أهل العلم يحرمون الزار ويقول هذا والعياذ بالله من عمل الشيطان، نسأل الله العافية. سارة تقول بأن في الدوام عندهم كتيبات بلغات متعددة، تقول المسجد ما يحضر إلا يعني المسلمين، تقول أنا أخذ وأضعه في صالة الاستقبال حتى يستفيد غير المسلمين، خاصة مع وجود يعني أخت غير مسلمة. ما في بأس يا أخت الفاضلة، وتشكرين وتؤجرين على ذلك، ولا شك أن إخراج مثل هذه الكتيبات فيه مصلحة راجحة، وفعلا مثل ما ذكرت، خاصة إذا كانت الكتب في الدعوة إلى الإسلام. لكن هذا ما يمنع يا أخت الفاضلة أن يكون من 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 المسلمين من لا يتحدث العربية، قد يستفيد من هذه الكتيبات. فأنت ممكن تخرج الكتيب الذي فيه دعوة إلى الدخول في الإسلام، أما الذي فيه تعاليم الإسلام، فيه تعليم الصلاة، التوحيد، الإيمان، الزكاة، الوضوء، شيء تبقينه في المصلى، بارك الله فيك. كذلك تقول سارة بأنها أخرجت نسخة لواحدة زوجة قريب لها غير مسلمة، تقول يعني أعطيت هي فترة من الزمن ثم أرجعتها، تؤجرين على ذلك وتشكرين على هذا. ولو أنك ذهبت إلى بعض الجهات التي تعتني بتوزيع هذه المطبوعات وهي جهات رسمية معتمدة ومعروفة، يكون أفضل تحصلين على بعض هذه النسخ وتبقين ما في المصلى في المصلى. الأخ سامر من سوريا يقول عنده أسهم يعني بلغت تقريبا 1,000,000، حال عليها الزكاة ولم يزكها العام الماضي، ثم الآن نزلت أصبحت 700,000، يزكي قيمة 1,000,000 أو 700,000. أخي الفاضل سامر، لا، يزكي قيمة 1,000,000، لأن الذمة مشغولة بزكاة 1,000,000 حينما حال الحول عليها، فكانت 1,000,000، ولذلك نزول هذه السنة لا يعني بأنه لا يزكي 1,000,000، بل يزكي 1,000,000. وهذه السنة إذا مضى عليها حولا كاملا يزكي القيمة الموجودة وهي 700,000 كما ذكرت. سامر يقول بالنسبة للودي الذي يخرج عقيب البول، بعض العلماء يقول بأنه غير نجس، يقول هل هذا قول؟ نعم، موجود قول بأن الودي هذا غير نجس، لكن الصواب بأنه نجس، لأنه يخرج عقيب البول من مخرج البول، بارك الله فيك، فهذا فيه يستنجى منه وفيه الوضوء لو خرج. الأخ فهد من الشارقة يقول عندي مشكلة السرحان في الصلاة، كيف أتخلص من ذلك؟ يا فهد، أسأل الله تعالى أن يعافيك، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليك بالقبول. السرحان هذا يعاني منه كثير من الناس الآن وللأسف الشديد، وله أسباب ظاهرة وله أسباب خفية. الأسباب الظاهرة: الانشغال بالدنيا، التفكير بأمور الحياة وغير ذلك، أيضا وجود جملة من المشوشات حول الإنسان. بعض الناس وللأسف ما يفرغ نفسه للصلاة، يعني كان السلف إذا جاءوا إلى الصلاة خرجوا من كل شيء إليها، أقبلوا على الصلاة إقبالا عجيبا، حتى إن الواحد منهم يسأل كيف تصلي؟ قال أتوضأ فأحسن الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة وبوقار، فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط منصوب تحت قدمي والكعبة أمامي، ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. الله أكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخاشعين كان إذا دخل في الصلاة كان يسمع لجوفه أزيز،
كأزيز المرجل وهو القدر الذي يغلي، كان يخشى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل أدلك على بعض الأمور. أولها الإخلاص، اعتني بالإخلاص، إخلاص النية، صلاح الطوية، مراقبة الله جل وعلا. الأمر الثاني، إذا جيت تقف الصلاة حاول أن تفرغ نفسك من المشوشات من المشغلات، تكون في مكان، خاصة إذا كنت في البيت مثلا، تكون في مكان بعيد عن المشوشات. الأمر الثاني، اعتني بالسنة، سنن الصلاة، رفع اليدين بهذه الطريقة، وضع اليد اليمنى على اليسرى، النظر إلى محل السجود، كذلك الإشارة بالأصبع في التشهد والنظر إليها، هذه من السنن بارك الله فيك. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، كلما شردت نفسك جرها إلى طريق الصواب. يعني أحيانا أن تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنت مستوعب، ثم بدأت نفسك تنصرف جرها مرة ثانية، وحاول أن يعني تقود إلى التدبر والتفكر، ومع مرور الوقت ستجد شيء عجيب من هذا. الأمر الآخر الإطالة بارك الله فيك في الصلاة، كلما أطلت في الصلاة جاءك الخشوع بإذن الله جل وعلا. أطل القراءة في القيام مثلا، الفاتحة قطعها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه سمى تقطيع الفاتحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. تقرأ آية آية وبعد ذلك تقرأ، تطيل في القراءة وتحاول أنك تتدبر وتتفكر. كذلك في الركوع، يعني بدل ما تسبح 3 تسبيحات خلي 10 تسبيحات، أنت فيما يظهر أخوي فهد شاب ما شاء الله وقادر، خلي 10 تسبيحات. السجود بدل 3 تسبيحات خلي 10 تسبيحات، وحاول تكثر من الدعاء. الأمر الآخر والذي أختم به، أنك تلجأ إلى الله وتتضرع إلى الله بأن يعني يمنحك ويمدك بالخشوع وبالطمأنينة وبالسكينة، وأن ينزل عليك الرحمة، فإن هذا من أعظم الأمور المعينة على الخشوع. وأسأل الله لي ولك التوفيق ولجميع المسلمين. هبة من ليبيا تقول بأنها مريضة في الدماغ، مرض بسيط يعني الحمد لله تعالج منه، لكن تقول أحيانا يحصل لي تشنج بين الناس سبب لي إحراج، كيف أتخلص من هذا الإحراج؟ طبعا يا أختي يعني هبة، ممكن أتناول هذا بالجانب الشرعي، وهي قضية أنك أولا لابد أن تعتقد بأن هذا من الله جل وعلا وأنت مؤمنة، والناس أعتقد بأنهم سيقدرون مثل هذا الأمر. الشيء الثاني، لابد من احتساب الأجر والثواب عند الله. ولذلك كانت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصرع وتتكشف، يعني تنكشف ثيابها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله أن يعافيني. فقال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر ولي الجنة، شوف كيف قدمت الجنة، قالت أصبر ولي الجنة، إلا أني يا رسول الله أدعو الله بأن يسترني، يعني يستر علي حينما أصرع. فدعا الله لها فكانت تصرع ولا تتكشف. فأنت يا أختي الفاضلة حينما تستشعرين هذه المعاني وحينما تنظرين إلى هذا الأجر وهذا الثواب الموعود لك، صدقيني يذوب كل خجل وكل إحراج في هذا الأجر العظيم الذي تنالينه، وتكونين أنت الذي تعلمين الناس، توجهين الناس، تخبرينهم بأنك في عافية، هذا البلاء الذي أنت فيه والله عافية، لأن الله تعالى يكفر عنك الذنوب والخطايا والسيئات ويرفع لك الدرجات ويعلي المقامات. وأيضا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن يبتلى بالصرع في مثل هذه الصورة. وأيضا احمد الله جل وعلا أن جعل ابتلائك بمثل هذا الصورة، أنت الحمد لله عالجتي وصرعك بسيط، انظري إلى من ابتلي البلاء العظيم، يصرع فيخنق كالمجنون، ومن الناس مثل المرأة هذه تتكشف تنكشف عورتها، ومن الناس من يهيم على وجهه. فأنت ولله الحمد إذا تأملت ونظرت في حالك بالمقارنة مع الآخرين عرفت بأنك في عافية. هبة أيضا تسأل عن معنى قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. يا أختي الفاضلة، كان العرب قديما يتبنون الأولاد، وكان زيد بن حارثة كان مولا لخديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، فوهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام. ثم حرم الله جل وعلا التبني، ليس هناك عندنا في الشريعة شيء اسمه التبني، إنما عندنا التربية والكفالة، هذه التي عندنا التربية والكفالة، أما التبني فلا يجوز. ولذلك وقف النبي عليه الصلاة والسلام في بين الناس ونادى بأن هذا زيد ابن حارثة، لأن الله تعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله،
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. والحمد لله كان زيد بن حارث معروف أباه، ولذلك قيل زيد بن حارث. وزاد الله جل وعلا تأكيدا لهذا الأمر، لأن العرب كانت تستغرب هذا الأمر وتستفضعه، فالله تعالى أمر نبيه بأن يتزوج زينب بنت جحش زوجة زيد بعدما طلقها، فلما طلقها زيد أمره الله بتزوجها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج حتى كان يخفي هذا في نفسه، فعتب الله عليه وقال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد: اصبر، اتق الله، وأمسك عليك زوجك، لأن كان هناك مشكلة كبيرة بين زيد وبين زوجته زينب، حتى وصلت يعني قمة المشكلة ثم طلقها فأحلت للنبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت أما للمؤمنين. نعم أخي علي. نعم. أبو أم سعيد من السعودية تقول: يعني من 8 أشهر خالتها راحت للحج، تقول مع زوج ولدها وولدها أيضا، تقول كانت تغفو في الطواف وهي تطوف تنام، يعني كبيرة في السن وكذا، ما حكم طوافها؟ طوافها صحيح والحمد لله، خاصة وأن أولادها يقول لها كبر الآن، يعني عندما يأتون إلى الحجر الأسود بشريها بأن الطواف صحيح، ما دامت محمولة حتى لو نامت ما عليها شيء والحمد لله. أم سعيد أيضا تقول بأن أختها متزوجة في الأردن وبينها بين زوجها يعني مشكلة كبيرة، والسبب في ذلك هو يعني قيام بعض الناس بالفتنة بينها وبين زوجها، ويقولون بأن زوجك يروح لفلانة ويروح العلانة وكذا، وقولي له طلبت منه أن يعني يعطيها بيت وكذا، تقول حصلت مشكلة فطلقها. ثم يظهر فيما قالت بأنه تسأل عن الفتنة، الفتنة عظيمة، الفتنة أشد من القتل نسأل الله العافية والسلام. النمام لا يدخل الجنة. من هو النمام؟ النمام اللي يجي عند زوجين صافيين متحابين، يعني يعيشون حياة طيبة في سكينة وطمأنينة، ويفسد بينه ويخبب بينه، هذا النمام اللي الله عز وجل حرم عليه الجنة. يجي يقول للمرأة، تجي مرأة تقول للمرأة زوجك يروح عند فلانة وعند علانة أو يطلع وفتش جواله وسوي كذا وكذا وكذا، حتى والعياذ بالله تخرب الزوجة على زوجها. ويأتي شخص إلى الزوج يقول والله زوجتك كذا أو فيها كذا أو فيها كذا، حتى يفسد يدمر هذه الأسرة. هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله السلام والعافية. هؤلاء والعياذ بالله على شر. وبالمناسبة سبحان الله، بعض الذنوب ممكن يتخلص منها الإنسان، لكن بعض الذنوب ما يستطيع يتخلص منها، يبقى تبعات. مثل رجل الآن والعياذ بالله جاء ودمر أسرة مستقرة، فتن بين الزوج وزوجته وخرب بين الزوج وزوجته، دمر هالأسرة، طلق الرجل امرأته وتشردوا الأولاد، ويمكن حصلت مشاكل بين الأسرتين. هذا لو تاب تبقى والعياذ بالله تبعات هذا الفعل المدمر. لكن شخص مثلا زنى أو سرق أو شيء، من يتوب يتوب الله عليه وما تبقى مخلفات ولا أشياء، أو شرب الخمر مثلا يعني مدمرة خلفه. لكن مثل هذا النوع ليش قال رسول الله لا يدخل الجنة نمام؟ لأن النمام يصنع ما لا يصنعه الساحر، والنمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، مثل ما قال بعض السلف، ما لا يفسد الساحر في سنة، النمام بلحظة بكلمة يهدم بنيان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا أختي الفاضلة، هؤلاء إذا كنت تعرفينهم أخبريهم بأن يتوبوا إلى الله قبل أن تقبض الأرواح، وأن ينوبوا وأن يتوبوا، ويروحون للزوج يقولون له، الزوج يقول حنا أخطينا، زوجك طيب وصالح وكذا، عندك قصور لكن ممكن، لكن مو بهالسوء هذا، خبريهم بهذا بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل أختي أم زيد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أنا عندي زوجي شوية من أقول له جيب طار الصلاة العفو، يعصب علي ويقول لي أنت ما راح تطبقين الجنة، فضل إليك ما تشغل، أنت ما راح تطبقين الجنة مكاني، يقول يعصب يكفر، هاي أترك أوفه لو أظل أنصح بي، يعني أظل أكررها كل ما أكررها يعني كم مرة يعصب ويقول يكفر، أقول خاف الشيء الذنب أنا مال الكفر. نسأل الله العافية، الله يهديه. شنو حكم علي؟ أبشر يا أم زيد. وهم تعرف أنت فيسبوك هي عمت علي، هو قبل كان يصلي بس هالفيسبوك هاي. إيش عفوا؟ وعندي سؤال أنا عندي ها؟ كيف عفوا قلتي للجملة الأخيرة إيش؟ إذا
قلت له اقول ما هم من ورا الفيسبوك هاي قبل كان يتفرج شو من جت هاي الفيسبوك شويه اثرت علي اقول له هي دغستين ادري من تقعد خمس ساعات سبع ساعات علي انا هي دغستين يقوم يعصب بكفر اترك كمان شغله بيدي طيب كمان شغله بيدي طيب سؤالك الثاني اتركي خاف اشيل الذنب مال الصراحه ما اتركه على من الكفر ماله سؤالك الثاني اختي السؤال الثاني هو انت ما تفسر احنا بس حلمت البارحه ان احنا في سجن وجوني زمن هواية قال احنا رح نفكهم من شلون صفار حاسينا وجم فكونا وصعدت في الدرج اني قال اطلعوا فكيتك من السجن مالكم اقول بكر الله احنا مهجرين بكر الله يرجع لبيوتنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مزيد فرج قريب ان شاء الله ورقم الخاص مالك بس اريد الرقم طيب. الخاص مالك ارجع اختي للكنترول ان شاء الله يعطونك نعم شكرا شيخ كم بقي عندنا كم بقي من الوقت ها طيب اعطونا من معنا تفضل يا سعاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لو سمحت يا شيخ عندي خمسه اسئله خمسه الله يعين على السريع يا سعاد باهمه السؤال الاول هل تقرا الرقيه على ماء زمزم ام لا السؤال الثاني هل يجوز الاغتسال بماء السدر في الحمام ام لا السؤال الثالث اصبر قلنا عاد سريع بس مو بهالشكل خلني اكتب طيب على ماء زمزم السؤال الثاني ايش كان هل تقرا الرقيه على ماء زمزم ولا ما طيب معناه هذا سمعناه السؤال الثاني هل يجوز الاغتسال بماء السدر في الحمام ولا لا السؤال الثالث دعاء القنوت في الوتر اللهم اهدني بما اهتديت وعافني بما عافيت وتولني بما توليت ما معنى دعاء القنوت طيب مش فاهمتها يعني هذه نطبق فعلك مش فاهمتها السؤال الرابع طبعا القرآن كله خير لكن ما هو الأفضل قراءة على الماء من أجل الشرب المية من أجل الشرب آيات الرقية أم سورة البقرة كاملة معناها مية المية العادية اللي نشربوا فيها نقرأ عليها آيات الرقية ولا الأفضل يعني ولا سورة البقرة كاملة السؤال الأخير يا شيخ هل يجوز التبرع بالأعضاء لإنسان آخر أم لا طيب يا سعاد الله يبارك فيك مرحبا أختي تفضل يا خالد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله والله يا شيخ نحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه والله ندعو الله أن يحرمك على عذابه صراحة جزاك الله خير بارك الله فيك يا خالد والله يا شيخ عندي أربع أسئلة تفضل تفضل يا أخي أول سؤال نعم والله بنسألك على العادة السرية يا شيخ أي هل هي حرام أم حلال أم مكروه طيب السؤال الثاني ما حكم رؤية شعر المرأة نعم مثلا مذيعة أخبار يرى منها الشعر والوجه وبعض منطقة الصدر هل هو حلال أم حرام نعم سؤال ثاني شيخ ايه والله يعني أنا أعاني من وسواس صراحة ايه وسواس يهدي الجبال صراحة أعانك الله أعانك الله أريدك أن تطمني هل هو من الشيطان أم لا طيب مرة يا شيخ سؤال الرابع أي مرة تجللت أنا صديقي القضية أيوة فقال لي قالت لي أمي إن هذه القضية حلال أيوة قال شيخ صديقي قالت لي أمي هذه القضية حلال أها أنا قلت له بنوع من الاستهزاء يعني قلت له هل تحسد أمك عبد العزيز بن باز أو ماذا هل هذا يعني استهزاء في يتم أو ماذا يعني طيب وحفظ الله دولتكم الإمارات العربية المتحدة آمين 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 هذه الزهرة سواحة صراحة جزاك الله خير نكتفي آخر دقيقة لا حول ولا قوة يلا بسم الله يقول المخرج آخر دقيقة طيب عندي أم محمد من العراق تقول بأن أم زوجها كبيرة في السن ومن مات زوجها ما اعتدت كانت جاهلة ماذا عليه ما عليه خلاص انتهت العدة العدة ما تقضي يا أم محمد عليها التوبة والاستغفار تقول أتوب إلى الله وأستغفر الله وتعلم الناس تقول يا يعني تعلم النساء إذا حصل عندهم مثل هذا أن هناك عدة ما يجوز للمرأة تجهل مثل هذا الأمر الأخت انتصار من الفجيرة تسأل تقول بالنسبة لصلاة الجمعة هي تشهد صلاة الجمعة سمعتني بأن صلاة المرأة في بيتي أفضل يا أخت الفاضلة نعم صلاة المرأة في بيتي أفضل لكن تقولين والله المسجد قريب مني وأنا أنتفع بالخطبة وأحتاج إلى الخطبة وأجد رقة القلب لما أسمع الخطيب وأنتفع وأحتاج في مثل هذا الوقت ما في بأس لو ذهبت إلى الجامع ما عليك حرج لكن ما يجب عليك أصلا مرة
اعتذر من أم زيد والأخت سعاد وأيضا الأخ خالد إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى أجيب على هذه الأسئلة. أشكركم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق